يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم في المسلم الذي لا يعرف من معنى لا إله إلا الله، أو يقول الذي لا يعرف ما معنى لا إله إلا الله فلا يعرف أنها لا معبود بحق إلا الله، لكنه مع ذلك يعتقدها ويعتقد أن الله هو الرب الواحد لا شريك له، فما الحكم في مثل هذا؟ كيف يعتقدها وهو يجهل معناها؟ ما يمكن، ما يعتقدها إلا إذا عرف معناها، أما إذا كان ما يعرف معناها فهو مثل الببغاء يتردد الكلام ولا تدري إيش معناه. لا بد يعرف، ما هو عربي، هو عربي يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم، ولو معرفة إجمالية، ولو معرفة إجمالية يعرف. نعم.